يعني أنا شعوري بأنه الكاتب بيوعى أنه كاتب، بيعرف حاله أنه كاتب بوقت مبكر من حياته، يعني بسنوات العشر سنين 11 سنة بصير يعرف علاقته بالنصوص الشعرية والأدبية اللي بيقراها، بصير علاقات هيك بالتهديئ لشو هو، بتدله على شو هو. هيك صار. كنت حب الشعر كثير بهديك العمر، مش الرواية، الشعر أكثر بكثير، وكنت أحفظه كثير. حتى الأساتذة اللي كانوا يعلموني بالمدرسة كانوا يتعجبوا بأي سرعة بقدر أحفظ القصايد. معظم حياتي قضيتها كاتب بالجرايد، مقالات ومشرف على صفحات صحفية. أنا وعم بكتب بالصحفي مقالات عن الفنون والأدب وهيك، اكتشفوا آخرين من أصدقائي أنه هيدا أدب أكثر مما هو صحافي، فشجعوني على إصدار كتابي الأول اللي هو بناية ماتيلد اللي صدر سنة 83. وهالكتاب هيك انقرأ على نطاق واسع وجرت ترجمته لعدد من اللغات. طبعاً كتبت سنين طويلة بالقلم والورقة، وكنت اتنقل فيهم احملهم وروح على المقاهي. كتير كتبت بمقهى الروضة اللي كان على شط البحر صيفا شتاء، مع انه بالشتاء كتير كان بارد لانه تقريبا ابوابه مفتوحة والى اخره. فمع مرور الوقت صرت اكتب باماكن مقفلة، الان بكتب بالبيت. انا بس اكتب بالرواية كتير بكتب عن اشياء بتنشاف، يعني بترى بالعين. وانا اشتغلت بالسينما، يعني عملت مرتين على القليلة سيناريوهات لافلام سينمائية روائية، احدهما روائي والتاني كان مثل وثائقي لكن كبير. بكتابتي انا كتار ناس اللي بيقروا بيقولوا انه القراءة صعبة شوي، يعني هي يمكن احيانا لبعض الناس مش شوي، بس بنفس الوقت ممكن إذا استغرق فيها الواحد تاخده، لازم يقراها الشخص لهالنوع من الكتابة اللي أنت قلت عنها شعرية، يقراها هو مركز عليها، مش كأنها رواية تسلية تقرأ لكي ينعس الواحد أو قبل النوم. بعض الروائيين عندهم خطة للشيء اللي رح يعملوه من أوله إلى آخره، أنا مش من هذا النوع. أنا بس أكتب رواية بكون في عندي فكرتين ثلاثة أو مشهدين ثلاثة براسي، فبكونوا قوية إلى حد أنه قادرين يولدوا بطاقتهم هيك يولدوا مشاهد وأفكار وحوارات وإلى آخره، فبتبع هالمشهد أو هالمشهدين الموجودين براسي. ما بعرف ما سيتلو الجملة اللي كتبتها، شو هي الجملة الثانية أو شو هو السطر الثاني، فعلى طول على طول بدك تعمل مجهود لحتى تربط أو تخلق أو تخترع الشيء اللي ما بعد الشيء اللي وقفت عنده. الآن بعدني عم بكتب هلأ كمان كتاب جديد، بعد ما صدر كتابي من حوالي سنتين، كتابي الأخير صدر من حوالي سنتين وانطبع من هاي الفترة. يعني أنا دغري بس يكتب الكتاب دغري تبعته على دار النشر، ثم هيدا المرة حاولت أطبع طبعة تانية بالقاهرة، فطلع منه طبعة في لبنان وطبعة في القاهرة، اسمه فرصة لغرام أخير. الكتاب الأخير بيحكي عن الانعزال والوحدة والإقفال البيوت على المقيمين فيها وهكذا.